كانت بدايتي في رياضة رفع الأثقال. كنت متفرج في بطولة من بطولات التضامن الإسلامي، وكانت في عام 2012، وكان أخي الأكبر مشارك فيها اسمه منصور عبد الرحيم أرسليم، وحصل فيها على 3 ميداليات ذهبية، وكانت لي دافع أني أحب هاللعبة وأدخل فيها. يعني عائلتنا رياضية، لأن أخي الأكبر كان هو في الرياضة وداخل قبلي يعني، فعطاهم الدافع. عادي أخوك يروح ويتمرن وفترة طويلة أصلا ما تشوف أهلك، يكون لأنه بتكون في معسكرات دائمة. لعبتنا مو زي مثل الألعاب الجماعية، يكون تجتهد فيها طول السنة. لعبة رياضة رفع الأثقال أقوم بتوزيع الخطة الأسبوعية، وتتوزع خطط الأسبوعية يعني في بعض الأيام تكون خطتي في التدريبات 3 حصص، في بعض الأيام تكون من حصتين. أصبت سابقاً، والإصابة واردة في جميع الرياضات، وكانت إصابتي قطع في الوتر الركبة. الحمد لله تعافيت منها. في بعض اللعيبة ما يدرج في الأوزان، في تهور على طول عنده زايد، فزي ما نقول على طول عدم التدرج في الأوزان يساعد في الإصابات الصعبة. قبل التدريبات نعمل إحماء جيد وإطالات بعد التمرين وكثرة السوائل، ونكثر بعد التمرين الحمامات الثلج والسونا والمساج عشان تبعدنا من الإصابة. كان لي الفخر والاعتزاز بتمثيلي المملكة العربية السعودية في الأولمبياد، وكنت قريب من الحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو، وسأظل أسعى لتحقيق منجزات في جميع المناسبات الرياضية. إحنا قاعدين نحقق الحين ميداليات عالمية وآسيوية وأولمبية، فهذا شيء طبيعي يعطي اللعيبة الناشئة في اللعبة طموح أكبر من اللي حققه الأبطال القدامى.